مرحبا. رداً على سؤالكم المتكرر عن كيفية البحث والحجز باستخدام باقات الكيو بريكس، معلومات تحتاج معرفتها قبل حجز كيو في اي بريكس. بعد تسجيل الدخول لمكتبك الافتراضي، اضغط علامة تسوق، بعد ذلك اختر فئة الإجازات. يمكنكم شراء باقات كيو بريكس من هنا بضغطة زر واحدة على المنتج. يمكنكم رؤية كل المعلومات الضرورية. من الضروري الاطلاع بعناية على أحكام وشروط المنتج لمعرفة مدة الصلاحية، الرسوم المستحقة عند تأكيد الحجز والتفاصيل الأخرى، وهذا لضمان تجربة مريحة وسلسة. بعد الاطلاع واستيعاب الشروط والأحكام، يمكنكم الآن اختيار الفندق الذي يناسب ذوقكم. اضغط على الرابط المرفق. اختر المدينة التي ترغب زيارتها. اختر الفندق الذي ترغب بالإقامة فيه. هنا سوف تجد كل التفاصيل: صور الفندق، نوع الغرفة، التوصيفات، المرافق ووسائل الترفيه، الموقع وكل المعلومات الضرورية، ومن أهم النقاط الأسعار وتكاليف الحجز. هذه الفقرة توفر لكم المعلومات عن أنواع الغرف وعدد الأشخاص المسموح بهم في الغرفة الواحدة، شخصين بالغين، والرسوم الإضافية التي تختلف حسب الموسم. تذكر، رسوم الحجز العادية تختلف عن الرسوم الإضافية. رسوم الحجز العادية لباقات الكيو بريكس تبدأ من 118 دولار أمريكي. تذكر، رسوم الحجز تبدأ من 118 دولار. كما لا ننسى أن الشروط والأحكام للحجوزات الفندقية تختلف من فندق لآخر. مستعد للحجز؟ يلا نبدأ. هناك طريقتان لطلب الحجز، سواء باختيار تواريخ الحجز والضغط على علامة طلب الحجز، أو بإرسال إيميل إلى help@myqvi.com لطلب الحجز مع توفير جميع المعلومات الضرورية. إذا كان لديك أي استفسار أو بحاجة لمزيد من التوضيح، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء. يمكنكم أيضاً متابعتنا عبر صفحتنا على الإنستغرام والاطلاع على الفيديو التوجيهي لطريقة تفعيل منتجات كيو بريكس. أتمنى أن يكون هذا الشرح قد سهل عليكم طريقة تصفح الموقع. سلام.